اكيد يعني مسؤوليه كبيره، وبدانا في الشكل ان شاء الله باذن الله. ياسمي نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا بنأدي الدور اللي علينا وبنجتهد، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان لعيبه ان شاء الله تكون قد المسؤوليه في الملعب، وهنبذل اقصى ما في وسعنا، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان احنا استعدينا بشكل كويس، نتمنى ان شاء الله انه ده يترجم في الملعب باذن الله. مش هتحمل احنا مسهلين كل حاجه يعني، واعتقد ان الكل مساعد والكل مساند. طيب في طياره الحمد لله احنا طالعين بيها، الدنيا الحمد لله كلها الامور الحمد لله هناك مترتبه بشكل كويس. اكيد طبعا هيبقى في جلسات مع اللعيبه، اكيد الكابتن شوقي هيتكلم عن نقط القوه ونقط الضعف. طول الوقت في تحفيز، اتمنى من مولى عز وجل ان شاء الله باذن الله التوفيق، وان يكون التوفيق من لازمنا، وربنا يوفق باذن الله ان شاء الله. احنا المفروض دلوقتي هنتحرك، وبعد كده ننزل على تونس تقريبا 45 دقيقه، وبعد كده هنكمل على طول على السنغال، وبعد كده ان شاء الله باذن الله العوده بعد المباراه على طول مشي احمد ان شاء الله. كنا بنقول ان احنا بنختم معسكرنا بمباراه وديه، افضل مكان يبقى الموضوع ماشي كناحيه تدريبيه بس، وهي الفكره كلها طبعا ان احنا اللعيبه اللي لعبت واللي شاركت هي تدريبه كويسه، تدريبه قويه. اللعيبه اللي لعبت واللعيبه اللي شاركت اعتقد ان اللعيبه اللي ما بتلعبش بره مصر كانوا محتاجين ان هم يشاركوا، كانوا محتاجين ان هم يدخلوا اجواء الماتشات. احنا شايفينها ان هي مفيده افضل من ما احنا كنا نأديها تدريبات بس.